المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. الأخضر الأولمبي يمزق أوراق الترشيحات ويعبر أوزبكستان إلى ربع نهائي آسيا. كعكي والبلوية الفتان الأنظار في اللقاء الخماسي الجماهيري، وحقائق جديدة تتكشف في تقرير لجنة التقصي. هلال سامي يتعافى من عثرة الاتحاد بجزائية الشمراني ويستمر في مطاردة المتصدر. نصر الصدارة ينهي مغامرة الشعلة المثيرة ويحكم قبضته على القمة بثلاثية. الشكاوى تستمر من سوء التنظيم في بيع تذاكر المباريات، والسوق السوداء تزدهر. أهلا بكم. تأهلت السعودية إلى الدور الثاني لبطولة آسيا الأولمبية للمنتخبات تحت 22 عاما المقامة في مسقط بعد الفوز على أوزبكستان بهدف وحيد. حل المنتخب السعودي وصيفا خلف العراق، وسيلاقي أستراليا الاثنين المقبل. من مسقط يلتحق بنا عبر الهاتف كابتن خالد القروني مدرب المنتخب الأولمبي السعودي. كابتن خالد، أولا تهانينا، مبروك التأهل إلى الدور ربع النهائي. حتى الآن يعني كيف رأيت مستوى المنتخب بعد ثلاث مباريات؟ أول شيء الله يبارك فيك، شكرا أخي بتال. طبعا الحمد لله أول شيء على التأهل، وبارك لجميع السعوديين على هذا التأهل. ما في شك انه المنتخب السعودي من مباراه لمباراه في تصاعد مستمر يعني في المستوى. نعم، هذا الاهم. ورغم صعوبه المباريات وقوه المنتخبات اللي واجهناها سواء العراق او الصين. نعم، او حتى اوزبكستان، ولكن نعم، المنتخب رغم الظروف، رغم كل النقص ورغم كل الاشياء اللي تواجهنا، خاصه انه عدم جاهزيه اللاعبين في لياقيا. نعم، إلا أنه الحمد لله يمكن زي المباراة اليوم يعني ثلاثة لاعبين ما قدروا يلعبون من واقع الإجهاد من المباراتين السابقة. نعم، ومع ذلك الحمد لله تجاوزنا كل هذه الظروف، والحمد لله تأهل المنتخب في مباراة اليوم. يعني تبعنا خاد، ما ودي يا كابتن أني أقتل فرحتك، ولكن معلش تحملني في هالسؤال. أنا تابعت المباريات الثلاث، يعني ما لحط الحافز والرغبة الجامحة في الفوز من اللاعبين، يمكن هذا من الإهمال اللي عانى فيه المنتخب، الإهمال الإداري والمتابعة؟ لا، بالعكس، يمكن المباراتين الأخيرة يمكن زي اليوم ومباراة الصين، بالعكس إلا كان إصرار من الجميع واللاعبين في تغيير الصورة، خاصة في المباراة الأولى اللي ظهرنا أمام العراق رغم قوة المنتخب العراقي. نعم، ومع ذلك وضحت الرغبة والحماس وفي تغيير الصورة وفي التأهل. نعم، جميل. حتى مباراة اليوم كانت، أنا قلت لك، رغم المشاكل الفنية بالنسبة للياقية أو إجهاد يعني بشكل يعني أكثر، أنت تعرف يعني نلعب مباراة ونفتح مباراة. نعم، مع ذلك المنتخب واللاعبين قدموا صورة رائعة، ومع قوة المنتخب الأوزبكي، يعني كل مرشح منتخب أوزبكستان يعني. نعم، من أول مباراة لعب. جميل. كيف ترى المشوار القادم أمام أستراليا في ربع النهائي؟ والله شوف، مباراة صعبة، ولكن الحاجة الكويسة بالنسبة لنا أنه فيه يمكن بعد ثلاثة أيام فيها راحة، إعادة استشفاء بالنسبة للاعبين، وإن شاء الله قادرين إن شاء الله على تجاوز أستراليا بإذن الله. نعم، تهانينا لك للبعثة الخضراء للاعبين، نرجو أن يكون التوفيق حليفكم في المواجهة المقبلة أمام أستراليا. شكرا خالد القروني. شهد أحد فنادق جدة اجتماع رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد خالد المرزوقي بالمرشحين الخمسة لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، والذي سيحسم أمره بالتصويت الأحد المقبل. حضر المرشحون الخمسة لإجراء مناظرة فيما بينهم، قدم كل منهم ملفه الانتخابي وبرامج العمل الخاصة والمستقبلية، يشار إلى أنه يتنافس على منصب الرئيس أحمد كعكي، إبراهيم البلوي، ومدحت قاروب، وماهر بندقجي، وعدنان جستنية. إذن نتابع كواليس ما دار في هذه المناظرة مع الزميل أحمد الراقي. طبس ان شاء الله يسمح لي الاستاذ منير رفق طبس كلمه قال فيها ونعيدها ثاني، انه قال الخمسه مرشحين خمسه عيون في راس واحده،
كلهم من خلصت نيته وهدفه نادي الاتحاد ومصلحة نادي الاتحاد حنكون يدنا مفتوحة لي، وإن شاء الله بعون الله تعالى حيلاقي كل تعاون وكل بذل جهد بما في مصلحة نادي الاتحاد. تم إنهاء قضية الشربيني فعلا؟ والله حسب المعلومات اللي وردتني أخيرا إنه لسه ما خلصت، لسه النادي الكرواتي بيطالب ببقية المبلغ، لم يتم اتفاق عقد أي اتفاقية، وإنما بس تم تحويل فلوس بدون اتفاقية بدون تنسيق. مين اللي مثل الاتحاد في هذا؟ ما في أحد مثل نادي الاتحاد، غير علمنا مؤخرا لوجود الأخ تركي باديب خارج المملكة، وعلمنا بأنه تم تحويل المبلغ بدون أن يكون في أي تنسيق. يشكر يعني، هذا واجب الشكر يعني، ما حد ينكر ذا الشيء، سواء كان في تنسيق وما في تنسيق مو معناها شيء. بس عشان ننوه على ذلك، الحقيقه احنا الظرف اللي حينعمل فيه الجمعيه العموميه الغير عاديه ظرف غير طبيعي نظرا لوجود اجازه نصف العام. معظم اعضاء الشرف من سافر امس، اليوم انتهى الامتحانات، من سافر اليوم، بكره من هو مسافر، سبت، للاسف الوقت جاء ما ساعدنا على انه الكل يتواجد، لكن هذا ليس مبرر. لانه احنا خلاص الجمعيه العموميه صدر قرار فيها انه اسبوع من 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 يوم الاثنين عندما الامير نواف وجه توجيهه الرئيس العام لرعايه الشباب، وبالتالي عملنا قصارى جهدنا، حتى انت المؤتمر دي يعني او المناظره اصبحت في وقت قصير حتى لو حضروا 30. وسنذهب الى جده، سيلتحق بنا من هناك احمد مسعود رئيس نادي اتحاد جده السابق عضو شرفه، لكن قبل نروح له الآن إذن إلى أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق وعضو شرف الحالي، برجع لك عبد الله. نروح له مباشرة إلى جدة. أحمد، أستاذ أحمد مسعود، أهلا بك معنا، كيف رأيت المناظرة الخماسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيك بالخير. كفكرة أنا أعتبرها مناظرة كويسة. أي. و لكن كنتائج انا اشوف انه لسه بحكمها اول مره تنقصنا يعني اشياء كثير لازم تسير فيها. كماده قدمت للجمهور ولاعضاء الشرف، هل كانت فعلا القت الضوء، قدمت المرشحين بفكرهم وعملهم المستقبلي المتوقع؟ اخذتوا صوره واضحه؟ لا لا، ايش كنتوا تسوون؟ انا بقول لك هذه الحته اللي هي ناقصه، يعني كل واحد تكلم أنا أعتبرها يعني كلهم تكلموا تقريبا نفس الشيء. أها. ولا عرض يعني بعض السلايدز وطبع كتيب، لكن كلها تتكلم نفس الشيء، إنه يحب الاتحاد، إنه يبغى يسويه، يبغى يعمله، لكن ما في حاجات يعني موثقة. طيب. يعني ما في مثلا، ما هو باين عندك تدفق نقدي، ما هو باين أشياء يعني واضحة، ما هو باين زمن. نعم. مين أكثر واحد عجبك بين الخمسة؟ ما تقول لي كله. ولا واحد؟ لا لا لا، لأنهم كلهم يعني بيتكلموا بنفس يعني أشياء متشابهة، ما هي موثقة. أها. يعني خلنا أصيغ هنا بطريقتي، يعني كان كل اللي سمعته كلام إنشائي فقط؟ أيوة، كلام إنشائي، أنا ما حبيت أقول هالكلمة هذه. جميل. طيب يعني أعضاء الشرف الموجودين طرحوا أسئلة على غرار تسديد الديون، أخذوا وعود قاطعة 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 من أحد المرشحين؟ ما في ولا وعد قاطع. وهي هذه النقطة، ما في ولا وعد قاطع، ولا أحد قدم شيء قاطع. أي. يعني اللي يقول أنا أبغى أحط كذا، ممكن أي واحد يطلع يقول أنا والله أبغى أحط كمان 100 مليون. صحيح. فما في أحد حط يعني خطة مكتملة مدروسة فيها تدفق نقدي لفترة معينة، أبدا ما في أحد حط. نعم. تتوقع انه يستمر السباق خماسي الى يوم الاحد المقبل؟ ما في انسحابات بعد الجلسه الانتخابيه لا اليوم؟ لا ما اظن. او جلسه المناظره؟ اكيد في، حيكون الا اكيد حيكون في انسحابات.
تتوقع في أي اتجاه؟ مين حينسحب؟ اتجاه خروج اوت. اي مين حينسحب؟ في اتجاه من المرشحين اقصد؟ يعني صعب القول، لكن انا اتوقع اكثر من واحد. يعني السباق حيصفي على كعكي والبلوي؟ وممكن واحد ثالث معهم. جميل. انت كعضو شرف ورجل مؤثر في تاريخ الاتحاد وفي مستقبله، هل بعد المناظرة هل اتخذت قرار إلى أين سيذهب صوتك؟ لا صراحة لا، يعني أنا ما كنت مقتنع. طيب في بعضهم يمكن كان خايف من اللقاء وبالتالي ما أفصح عن نفسه بالطريقة الصحيحة. جميل. طيب الانطباع العام اللي خرج به الحاضرين نفس انطباعك أو مختلف بعد حديثك معهم بعد المناظرة؟ في اللي أنا تكلمت معهم خرجوا بنفس الفكر يعني. طيب طيب أنت كنت رئيس لجنة تقصي الحقائق التي أمر بها الأمير السلطان بن فهد الرئيس العام رعاية الشباب السابق. قبل أيام قال مصر بلوي في حديث إعلامي مع الزملاء في برنامج كورة، قال بأنه تم تسريب هذا التقرير إلى إليه رغم أنه هذا التقرير سري جدا. أنت رئيس اللجنة وسبق وأن قلت أنت في حديث صحفي أنه التقرير ختم بالشمع الأحمر ووقع من أعضاء اللجنة ولن يسلم إلا بخطاب رسمي إلى جهة رسمية. كيف تم تسريبه إذن؟ الحقيقة أنا أحب أوجه نفس السؤال هذا إلى الرأس العام رعاية الشباب وبالذات إلى سمو الأمير نواف، إنه هو أبغى يسأل ويحقق في الموضوع هذا. لأنه يعني أنا بحكم كنت رئيس اللجنة يعني أجزم إنه التقرير هذا لم يخرج من اللجنة للفترة الطويلة هذه. نعم. من 5 سنين وأكثر، من يوم ما كانت اللجنة كانت في شهر رمضان في 1408 ما طلع التقرير ولا أحد، لسبب التقرير اتعمل من النسخة الأصلية أرسلت إلى سمو الأمير سلطان ونسخة ثانية، يعني سبحان الله كده ربنا يعني ألهمنا إن إحنا نحطها في ظرف ونختمه بالشمع الأحمر ونوقع عليه من كل أعضاء اللجنة وحفظته. ولم يفك التقرير هذا أبدا إلا بعد أن جاني خطاب من الأخ أحمد روزي رئيس مكتب رعاية الشباب في جدة وطلب مني التقرير. نعم. فأنا الحقيقة يعني متى هالكلام؟ متى هالكلام؟ الكلام هذا في الآن في دحين بعد شهر في 8/3. أها. أي. يعني قبل كم يوم. طيب وسلمت التقرير يوم الخميس الماضي. لم أسلم التقرير إلا بعد ما وافق على أساس أنا اشترطت عليه إنه التقرير يفتح في وجوده ووجود أعضاء من اللجنة اللي معاه الآن وفي وجود شخص من طرفي اللي هو الأخ منير رفة. نعم. وبالفعل وافق والأخ منير أخذ التقرير وفي وسط اللجنة اللي هم فيها فكوا التقرير وحرر محضر بذلك منه. أنا عندي المحضر هذا، محضر استلام للتقرير الكامل، ليس استلام فقط، محضر فك الظرف أهم حاجة. أي. أي. يعني محضر فك الظرف المختوم الموقع إنه فكوه أمام اللجنة هذه وعندي محضر بذلك وأستلم التقرير. جميل. الآن التقرير هذا يختلف عن التقارير اللي يعني اللي سمعت عنها وبعضها شفتها الحقيقة. أنا شفت تقريرين، التقريرين مختلفة. التقريرين إلا برا ظهرت مختلفة عن بعض وهي مختلفة الاثنين عن تقرير اللجنة.
هذا كلام يعيد الحسابات من جديد. أنا أرجو ذلك، أرجو أن هي يعني، لأنه أول شيء أنا أبغى أبرئ ساحة اللجنة اللي أنا كنت أرأسها، لأنه أنا ما أقبل على نفسي أنه يقولوا والله هذا أحمد يعني تلاعب أو طلع أشياء طيب هذا يعني التقرير معناته هذا التقرير يعني تقرير لجنتكم لم يتسرب أبدا، تم تسليمه بشكل نظامي الأسبوع الخميس الماضي؟ نعم لم يتسرب. نعم لم يتسرب ولا أبدا ولا لأحد. جميل. إحنا تقريرنا يعني كل صفحة موقع عليها من كل أعضاء اللجنة. طيب جميل سيد مسعود. وفي الختام هي نعم نعم تفضل تفضل كمل فكرتك بس. وآخر صفحة، إحنا تقريرنا من 25 صفحة. أي الصفحة 25 موقعة من كل أفراد اللجنة. جميل. حتى لو أقدر أوري لك. جميل. واضح. واضحة. التواقيع كلها واضحة. نعم. طيب بس سؤالي الأخير، كم عدد يعني صفحة اليوم بالنسبة لكم واضحة كأعضاء شرف، كم عدد المصوتين سيكونون في يوم الأحد المقبل اللي يحق لهم التصويت، العدد الإجمالي؟ والله أنا سمعت حوالي 310 شيء زي كده. نعم. طيب أرجو لكم التوفيق في الاتحاد، أن يختار الله لكم رئيسا نافعا بين الخمسة. شكرا جزيلا. شكرا. أحمد مسعود. شكرا. شكرا. رئيس نادي شكرا الاتحاد السابق وعضو شرفه الحالي، شكرا جزيلا. أتحول إلى زميل عبد الله الدرويش من اليوم واقف عند تويتر ومسوي اليوم استفتاء المرشحين الخمسة. فكرة تويتر طبعا قدمناها اليوم مبكرا لأنه عبد الله مسوي استفتاء للمرشحين. نعم. وأيضا سؤال لجماهير الاتحاد فجعلناها مع الموضوع. تفضل عبد الله. نعم. نبدأ بنتائج الاستفتاء. نتائج الاستفتاء تقريبا شارك في الاستفتاء ما يصل إلى 1898 صوت. طبعا في ثلاث ساعات. في ثلاث ساعات طبعا الاستفتاء بدأ تقريبا الساعة 9 في توقيت السعودية. عموما اغلب الاصوات بالنسبه الواضحه اللي هي 79.8% اتجهت الى ابراهيم البلوي. نعم. بمجموع اصوات 1515 صوت. جميل. احمد كعكي في المرتبه الثانيه اخذ 16%. نعم. اللي اقل منهم عدنان جستنيه بنسبه 3.2، بينما ماهر بندقجي ومدحت قاروب باقل من 1%. صحيح. طبعا هذا تصويت فقط. الجمهور لا يقدم ولا يؤخر في انتخابات الجمعية. نعم يعطي مؤشرات فقط. نعم يعطي مؤشرات على على انه الجمهور. طرحنا سؤال عبد الله ايضا. نعم. كان السؤال كان الى من يتجه صوتك ولماذا في الانتخابات ولماذا. طيب. الاجوبه كانت احمد باربيت قال لا يزال المنقذ غامض لان الكل يتكلم فقط، كم تمنيت. نعم. ان نرى شيك مصدق من المرشحين الخمسه وتوقعاتي تذهب الى ابراهيم البلوي. توقعات طبعا. نعم اغلب. نعم. الاغلب اغلب المجيبين كانوا يتجهون الى ابراهيم البلوي. فيصل الفقيه يقول ابراهيم البلوي قدم نفسه كرئيس واثق بعمله، اقول ذلك وانا مشجع هلالي. هذا مشجع هلالي شارك. نعم. نشوف اللي بعده اللي هو متعب اسناني يقول رغم اعجابي بالمنصوريين نسبه الى منصور. نعم. البلوي يبدو هنا. نعم. لكن اتمنى كعكي ينكشف امام الجماهير. طيب يعني هذا رايه. ابراهيم مجرشي يقول داعم الاتحاد في عز ازمته احمد كعكي. الراوي او الراوي الدوسري يقول افضل ابراهيم البلوي ولكن تعامله مع جمجوم صعب، لذلك المصلحه تقتضي باحمد كعكي. عبد الرحمن العتيبي يقول كعكي أكثر واقعية من إبراهيم بلوي وأتوقع فوز الأستاذ أحمد كعكي بما أن خلفه داعم اللي هو الأمير سعد بن عبد الله، يعني هو يعرف معلومته. هذا الشخصية يقول إبراهيم بلوي يقول بأنه سيقوم بتفعيل دور التواصل مع جماهير الاتحاد الإضافة إلى توفير كافة احتياجات الرابطة في جميع مناطق المملكة. بشكل عام كان أكثر المجيبين صوتهم إلى إبراهيم بلوي. نعم. وأحمد كعكي يعني يبدو أنهم هم المسيطرين على دور الجمهور. السباق سيكون. نعم. 100 متر الأخيرة انتهى خلص الوقت. عبد الله نرجو للاتحاد أنه يكون له رئيس نافع ومفيد الأحد المقبل. سنغطي هذا السباق الخماسي عبر كل فقرات الرياضية على شاشة العربية. شكرا عبد الله. شكرا. وقفتنا الأولى نتابع بعدها في المرمى وفي الأزرق يتعافى من عثرة الاتحاد بجزائية الشمراني ويستمر في مطاردة اللقب. ونصر كارينيو الجامح ينهي مغامرة الشعلة بثلاثية والسهلاوي يعود بهدفين.